في عمق الصحراء ورغم الأبعاد والمسافات والعزلة، يقتطع أطفال الشوارف فرحتهم الخاصة التي ألبسوها كل براءتهم وحبهم للحياة، حتى إن كثرت الهموم والظروف على الوطن، وإلا أنهم خصصوا يوما للبهجة والاحتفال. ففي مدرسة خالد بن الوليد بالشوارف التابعة لمكتب التعليم بالبلدية، أقامت روضة الأمل للتعليم الحر كعادتها كل عام حفلاً بهيجاً وبسيطاً استمر 3 ساعات في المساء، تخلله عرض للزي الشعبي في المدينة ورقصات شعبية تجسد الفرحة بالتخرج والمضي عاماً آخر في مرحلة جديدة. اليوم كنا في حضور جانب من احتفال اختتام العام الدراسي لروضة الأمل، وكما نتقدم بالشكر للأخوة والأخوات المشرفات على هذه الروضة وعلى حسن التنظيم، وكما نتقدم بالشكر لأهل المنطقة على إعانتهم معنا ووقوفهم معنا بنجاح هذا العمل، وتقدم بالشكر إلى قناة 218 قناة الحقيقة وعلى مشقتها السفر ووصولهم إلينا هنا في منطقة الشوير، وتقدم بالشكر بالخاص للزميل الإعلامي والصديق محمد الحضيري. حفل حضره أولياء أمور الطلبة والطالبات ولفيف من أهل الشوارف وفدوا على المكان، وتزين فيه الأطفال بأبهى الحلل، ثم وزعت في نهايته شهائد التقدير على أسرة التدريس بالروضة وشهائد النجاح للأوائل.